الثامنة من التلفزيون المصري. مشاهدينا الكرام أهلا بحضراتكم، أهلا منى وأهلا بكم. ونبدأ هذه النشرة بالعناوين. خلال ترأس اجتماع مجلس المحافظين، رئيس الوزراء يشدد على التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده. القوات المسلحة تنفذ عددا من التدريبات المشتركة بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات التدريب البحري المشترك الموج الأحمر 5. مجلس النواب اللبناني الجديد يعيد انتخاب نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي للسنوات الأربع المقبلة. في النشرة الاقتصادية نتابع. البترول تعلن ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنحو 98% خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وتؤكد نجاحها في تعظيم استخدام الغاز. ومعكم في أخبار الرياضة. استبعاد فتوح من معسكر المنتخب الوطني وانضمام لاعبي الأهلي استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا. تفاصيل النشر مشاهدينا الكرام اهلا بحضراتكم. شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضروره التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في اطار المنظومه الرسميه لتوريد الاقماح، مؤكدا ان اي محاوله لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته، مشيرا الى انه تم اصدار قرار بمنع تداول القمح المحلي حتى اخر اغسطس. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاولويه، منها ملف توريد القمح. واشار مدبولي الى انه يتابع اولا باول مع وزيري التموين والزراعه موقف التوريد على الارض لتدليل اي تحديات يمكن ان تواجه المزارعين. ووجه رئيس الوزراء المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف على أبرز المشكلات اللوجستية، مشيرا إلى ما وصفه بتباطؤ الاستجابة لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الواردة إليه من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. كما وجه مدبولي بإرسال تقرير دوري له شخصيا يتضمن نسب الردود على الشكاوى. كما تطرق مدبولي خلال الاجتماع إلى ملف مراقبة الأسعار وضبطها، حيث شدد على ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف، لافتا في هذا السياق إلى توجيهات الرئيس السيسي باستمرار عمل المعارض التي تعرض السلع بأسعار مخفضة. شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في فعالية مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في نسخته السادسة الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتنظم المؤتمر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتعاون مع عدد من الوزارات. شارك في المؤتمر عدد من الوزراء والمسؤولين ونخبة من رجال الصناعة والاقتصاد وعدد من ممثلي الشركات العالمية والمصريين بالخارج. تأتي مؤتمرات مصر تستطيع في إطار توجه الدولة للاستفادة من المصريين بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وللارتقاء بجودة حياة المصريين. وفي كلمته خلال المؤتمر أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن ما شهدته الدولة المصرية من توسع طفرة في مجال التنهوض بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية مكننا اليوم من العمل من أجل مضاعفة صادراتنا. نعم، وقد شدد مدبولي على أن تطور الصناعة وزيادة الإنتاج في أنحاء العالم كافة يرتبط بجلب مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الخارج، ولفت إلى تحرك الدولة في مجال تهيئة مناخ الأعمال من خلال تعديل العديد من التشريعات وإطلاق تشريعات جديدة. لابد من الاستثمار بمئات المليارات من الجنيهات علشان نخلق هذه البنية الأساسية اللي تخلينا النهاردة وإحنا قاعدين بنتكلم إحنا ممكن نعمل كذا. قادرين نعمل كذا، عندنا الطاقة الكهربائية اللي تمكننا من ذلك، عندنا الشبكة اللي موجودة، عندنا أراضي صناعة مرفقة، وعندنا مجمعات صناعية جاهزة لو حب أي مستثمر كبير أو صغير
انه يدخل ويطلب ان هو يشتغل عندنا هذه الاماكن الجاهزة. كان لازم نتحرك في تهيئة مناخ الاعمال، وكان عندنا مجموعة من التشريعات اللي ذكرت ان كانت لازم تتعمل لها يا اما تشريعات جديدة او تشريعات يتم تعديلها، وهذا هو اللي قمنا بيه. مجموعة تشريعات زي قانون الاستثمار، المناطق الصناعية، التراخيص الصناعية، المناطق الاقتصادية. وأكد مدبولي أن الدولة عملت على تدليل العقبات أمام الصادرات المصرية للخارج، وأعلن أن مصر سددت ما يقرب من 40 مليار جنيه متأخرات في برنامج دعم الصادرات، مشيرا إلى أنه بدون ذلك لم يكن للمصانع والكيانات الصناعية أن تصمد في ظل جائحة كورونا. ما دفعتش للمصانع المصرية من برنامج دعم الصادرات. تدخلنا وحلينا هذا الموضوع بمنتهى القوة وسددنا ما يقرب من 40 مليار جنيه في سنة ونص متأخرات كان دعم صادرات. من غير هذه المبالغ لم يكن باستطاعة المصانع والكيانات الصناعية في مصر إنها تصمد في ظل جائحة كورونا. وقد شدد رئيس الوزراء على أهمية التكامل ما بين الدول الإفريقية، مؤكدا أهمية دور الاتحاد الإفريقي في إنشاء قاعدة بيانات صناعية وتحديد احتياجات كل دولة، كما أشار إلى أن حركة التجارة البينية ما بين الدول الإفريقية لن تزيد بدون شبكة طرق تسهل عملية التجارة. أنا في تقديري لن تقوم يعني قائمة لعملية التكامل ما بين الدول الإفريقية من غير الأساس أن يكون هناك بنية أساسية رابطة ما بين دول أفريقيا. لن تزيد التجارة البينية بدون شبكة طرق بتربط ما بين دول أفريقيا وبعضها البعض، وأن يكون هناك حركة تكامل ما بين المطارات والمواني ما بين أفريقيا وبعضها البعض. الإجراءات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة وتفعيلها نقطة مهمة جدا، ودي اللي أنا شايف ده بقى دور أساسي للاتحاد الأفريقي والمفاوضية الاقتصادية، بناء قاعدة البيانات عن الصناعات اللي موجودة في كل دول أفريقيا النهاردة وأيضا احتياجات كل دولة. وفيما له صلة، أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي دعم مصر الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، واصفا إياها بالبداية الواعدة نحو التكامل القاري لإفريقيا. جاء ذلك خلال لقائه على هامش مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة مع مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون الاقتصادية ألبرت موشانجا ونائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا الدكتورة حنان مرسي وعدد من رجال الأعمال الأفارقة. واصلت الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء عقد اجتماعاتها، حيث ترأست المهندسة رندا المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الثاني للوحدة التي تم تشكيلها بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة واستعراض سبل إزالة المعوقات التي تواجه عددا من المستثمرين والشركات ولإيجاد حلول فورية لها. ناقش الاجتماع عددا من المشكلات والطلبات التي تم طرحها من جانب ممثلي بعض الشركات والمستثمرين، ومنها ما يتعلق بعدد من المشكلات الضرورية وما يخص ضريبة القيمة المضافة وحساب الضريبة المستحقة ورسوم الجمركية المستحقة على حقوق الملكية. في الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه جاري العمل على إتاحة منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتلقي المشكلات من المستثمرين تمهيدا لعرضها على المجلس، مع تكوين مجموعة عمل مخصصة للتعامل مع ما يرد عن طريق هذه المنظومة. استقبل فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أندري دودا رئيس جمهورية بولندا والسيدة أغاتا كورنهاون قرينته. وخلال اللقاء استعرض فضيلة الإمام الأكبر تاريخ هذه المؤسسة التاريخية التي أنشئت منذ أكثر من 1000 عام بهدف نشر منهج الإسلام الوسطي، مؤكدا أن الأزهر يعمل على مدار تاريخه على ترسيخ المبادئ والقيم السمحة والسلم المجتمعي، حيث بادر الأزهر بإنشاء بيت العائلة المصرية وهو القبة التي تجمع الأزهر والكنائس المصرية. كما أعلن دكتور الطيب
تخصيص 10 منح دراسية لطلاب بولندا لدراسة الإسلام الصحيح الذي يضمن نشر قيم السلام والأخوة ويكافح التعصب والتطرف والكراهية، مرحبا بتدريب الأئمة البولنديين في أكاديمية الأزهر العلمية لتدريب الأئمة والوعاظ. من جانبه أعرب الرئيس البولندي عن تقديره لدور علماء الأزهر في مكافحة التطرف والتعصب ومخاطبة الشباب والنشأ بالحجة والعقل، وكذلك تقديره للفكر الأزهري الوسطي الرائد في نشر قيم السلام ومكافحة كل أشكال الاضطهاد الديني. انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك الموج الأحمر 5 ما بين القوات البحرية لكل من مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجيبوتي والسودان واليمن. تجري فعاليات التدريب المشترك بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر ويستمر لعدة أيام، وتتضمن المرحلة التحضيرية للتدريب عقد عدد من المؤتمرات والمحاضرات لتحقيق التفاهم ما بين كافة العناصر والقوات المشاركة. يشمل التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة. وفي سياق متصل، انطلقت فعاليات التدريب الجوي السعودي المصري المشترك بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي الذي تستمر فعاليته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، حيث تضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال جوي مشترك وتنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية بمشاركة تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام للجانبين. استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من الإعلاميين الأفارقة لمشاهدة مرافق ومنشآت الأكاديمية وبرامجها التعليمية والأمنية لإعداد الكوادر الأمنية محليا وإقليميا ودورها في تدريب الكوادر الأمنية الإفريقية. من جانبهم، أشاد الوفد الإفريقي بما شاهده بالتطور المصري في إعداد الكوادر الأمنية. في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية، استقبلت أكاديمية الشرطة 29 إعلاميا يمثلون 22 دولة أفريقية للاطلاع على دور الأكاديمية كأحد الصروح الأمنية التعليمية المتميزة في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا وإسهاماتها الفاعلة في تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية. الزيارة تأتي في إطار برنامج سنوي بتنظمه الوكالة لكبار الصحفيين والإعلاميين الأفارقة في إطار دعم علاقات التواصل بين مختلف الدول الأفريقية والتعرف على التحديات المشتركة ومناقشتها وسبل مواجهتها. التعاون مع الدول الأفريقية قائم مع الحقيقة أكاديمية الشرطة منذ ثمانينيات القرن الماضي من خلال تنظيم برامج سنوية ودورات تدريبية في مختلف المجالات. شاهد الوفد جانبا من الدورات التدريبية لعدد من الكوادر الأمنية الأفريقية بمركز بحوث الشرطة في مجالات الأدلة الجنائية والكشف والتعامل مع المواد المتفجرة ومكافحة الإرهاب ضمن سلسلة الدورات التدريبية الممتدة والتي تعقد لتلك الكوادر في المعاهد التدريبية الأمنية المصرية للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها الأمنية للنهوض بالعمل الأمني في الدول الأفريقية. Ça me permet de comprendre à quel point les stages qui sont offerts au niveau de l'académie ici sont des stages qui sont en phase avec les réalités du moment. Donc je pense que quand on dit que l'Égypte fait partie de l'Afrique, c'est une réalité. On voit qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont l'opportunité de venir se former. Et je pense que ça, c'est tout le mérite revient à l'Égypte. This is my first time in Cairo. It's been an exciting experience to visit the police academy and also the anti-terrorism training that you are offering for your cadet officers. It clearly shows you your country is ahead in terms of fighting terrorism and ensuring security for all the citizens. La visite nous a permis de constater de visu que l'Égypte a de fortes potentialités tant sur le domaine de la lutte contre le terrorisme. Une visite donc qui a été fructueuse et inshallah, une fois sur place, nous allons faire découvrir tout cela à nos compatriotes. And I also like to thank the
Egyptian Agency of Partnership for Development for the opportunity given me to be here in Egypt and experience all of these things. And as I return home to Liberia, these are the memories that will live with me forever. كما تعرف الوفد خلال جولة قام بها بأكاديمية الشرطة على كيانات الأكاديمية ومنشآتها التعليمية والتدريبية وأحدث البرامج التي تطبقها في مجالات التدريب العملي لتأهيل وإعداد ضابط شرطة عصري مؤهل وقادر على مواجهة المستجدات الأمنية. As a journalist, I'm learning more, and when I go back to Tanzania, I'll be able to communicate with the government and tell them of the learnings that I've learned here in Egypt in many areas, specifically the security from the police academy. تم تنويرنا في جولة كاملة في كلية الشرطة على أحدث طرق التدريب والتأهيل لضباط الشرطة لمكافحة الإرهاب وحفظ السلام. نحن شاكرون جدا جدا للجهد الذي بذل في هذه الزيارة. Nous sommes venus pour essayer de découvrir la nouvelle Égypte, l'évolution dans différents secteurs de la vie du pays. Nous avons finalement découvert que l'Égypte est finalement une puissance africaine. إعلاميون أفارقة تمثل زيارتهم لأكاديمية الشرطة أهمية كبيرة لنقل التطور الكبير في منظومة إعداد رجال الشرطة المصرية إلى بلدانهم، خاصة مع فتح المعاهد التدريبية أمام الأشقاء الأفارقة للاستفادة من إمكاناتها التعليمية والتدريبية لصقل مهاراتهم وتحقيق الاستقرار في بلدانهم. فمصر دائما ما تمد يد التعاون إلى الأشقاء الأفارقة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. خلال زيارته الحالية للعاصمة السويدية ستوكهولم، شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. شارك في الاجتماع الوزاري 6 حول عمل المناخ الدولي. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته إلى ستوكهولم نظيرته السويدية آن ليند، وبحث الجانبان سبل مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية والتعاون فيما بين البلدين في عدد من المجالات. في هذا الإطار أكد وزير الخارجية على الاهتمام بتطوير التعاون الثنائي مع السويد، خاصة في ظل الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر، التي تتيح بدورها فرصا كبيرة أمام الشركات السويدية لتعزيز وجودها واستثماراتها في مصر استغلالا لهذه الفرص. كما أشار شكري إلى أهمية زيادة حجم السياحة السويدية الوافدة إلى مصر. في ختام اللقاء توافق شكري وليند على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي وعلى استمرار التشاور والتنسيق فيما بين الجانبين. هذا وقد تم إعلانه عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لجمهورية مصر العربية الخاص بالبلد المضيف لمؤتمر الأطراف 27 للتغيرات المناخية COP27. تستضيف مصر المؤتمر بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 حتى 18 من نوفمبر القادم. إلى لبنان، حيث بحث رئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس مجلس النواب الجديد نبيه بري الاستحقاقات الدستورية المرتقبة وكيفية معالجة القضايا العالقة. وخلال لقائهما في قصر الرئاسة بعبدة عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اللبناني، أعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن يتمكن مجلس النواب الجديد من مواجهة التحديات الراهنة والمساهمة في إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عبر سن التشريعات والقوانين اللازمة، وبما يحقق النهوض الاقتصادي الضروري للبلاد.
كان مجلس النواب اللبناني الجديد قد أعاد انتخاب نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي للسنوات الأربع المقبلة، وذلك للمرة السابعة. وقد فاز بري بأصوات 65 نائبا من إجمالي أعضاء البرلمان 128 مقابل 23 ورقة بيضاء و40 ورقة ملغاة. هذا وينتخب مجلس النواب اللبناني في جلسته الافتتاحية نائبا لرئيس المجلس وأعضاء هيئة مكتب المجلس الجديد الذي بدأ ولايته في 22 من مايو الجاري. يذكر أن جلسة مجلس النواب اللبناني التي عقدت في مقره اليوم هي الأولى منذ عامين بعدما انطلقت الجلسات إلى إحدى قاعات المؤتمرات في بيروت. ووصل البرلمان عمله اليوم بعد إزالة الحواجز الأسمنتية التي أقيمت في أعقاب مظاهرات عام 2019. بعد أذان العشاء نعود مرة أخرى لتقديم نشرة الأخبار. وفي ملاصرة بالملف اللبناني، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة للمجلس يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب رؤساء اللجان النيابية بالاقتراع السري التزاما بنص لائحة الداخلية للمجلس. أكد بري في ختام الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد أهمية التوافق ما بين النواب لسرعة إنجاز الانتخابات والإجراءات اللازمة تمهيدا للبدء في الجلسات المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة والقوانين التي تحتاج إلى النظر فيها. أدرك وتدركون معي في هذه اللحظات العصيبة والراهنة التي يمر بها لبنان بأن أي كلام لا يلامس وجع الناس واحتياجاتهم في كل ما يصنع حياتهم وحياة وطنهم، وأن أي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات على اختلافها وكثرتها هو كلام وخطط خارج السياق. أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه السفير البريطاني في العراق أهمية مواجهة تحديات الإرهاب وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي. على صعيد متصل، أعلنت القوات الأمنية العراقية انطلاق عملية تفتيش واسعة في محافظة نينوى شمالي البلاد بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي. وشنت القوات الأمنية عملية تفتيش واسعة النطاق بدعم من الجيش جنوبي شرق مدينة تل عفر بمحافظة نينوى ومنطقة جبال الشيخ إبراهيم وقرية الخان شمال غربي البلاد. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع بعد قليل. عقب قمتهم لبحث فرض عقوبات جديدة، توافق أوروبي بشأن التخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية بحلول نهاية العام الجاري. مصر تحتفل بمرور 88 عاما على عيد الإعلاميين وانطلاق الإذاعة المصرية. أهلا بكم من جديد، حيث أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسونا فون دير لاين أن القادة الأوروبيين اتفقوا على التخلص من الاعتماد على الوقود الروسي في أقرب وقت ممكن بعقب قمة أوروبية لمناقشة العقوبات على روسيا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أن خطة التخلص من الاعتماد على الوقود الروسي تعتمد على إعادة تقوية الاتحاد الأوروبي فيما يخص تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن روسيا وتأمين الإمدادات والاستثمار في الطاقة المتجددة. وأوضحت أنه قد تم تشكيل قوة عمل مشتركة لتنسيق عملية الشراء المشتركة للغاز، مشيرة إلى أنه يجري منذ بداية العام الحالي البحث عن ممولين أكثر وثوقا بحسب قولها. كانت مجموعة غاز بروم الروسية أعلنت تعليق إمدادات الغاز إلى هولندا بعدما رفضت شركة غاز تيرا الهولندية للطاقة إتمام عملية الدفع بروبل. وسبق أن طالبت موسكو الدول التي سمتها بغير الصديقة بما في ذلك
دول الاتحاد الأوروبي بسداد ثمن الغاز بالروبل في مسعى لمواجهة العقوبات الغربية المفروضة على مصرفها المركزي بسبب الحرب في أوكرانيا. وأعلنت غاز بروم أنها لم تحصل حتى يوم 30 من مايو الجاري على دفعات لقاء إمدادات الغاز الهولندية في إبريل الماضي. على الأرض في الناحية الميدانية تواصل القوات الروسية تقدمها للسيطرة على مدينة سيفردونيتسك الاستراتيجية الواقعة في إقليم دوناباس بشرق أوكرانيا. وأكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بمنطقة لوجانسك أن الجيش الروسي يسيطر بالفعل على جزء من المدينة الشرقي البلاد، واتهم القوات الروسية بقصف خزان حمض النيتريك في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة سيفردونيتسك. كما أضاف أن ما يقرب من 15,000 مدني لا يزالون متواجدين في المدينة، وأن عملية الإجلاء معلقة في الوقت الحالي بسبب القتال الدائر. يأتي هذا بينما غادرت سفينة شحن محملة بالمعدن ميناء ماريوبول لتكون أول سفينة تبحر من الميناء الأوكراني منذ السقوط في قبضة القوات الروسية. وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي أنه سيعاد فتح الميناء بعدما أزال الجيش الألغام المزروعة على مساحة 1.5 مليون متر مكعب. وكانت القوات الروسية قد سيطرت بشكل كامل على مدينة ماريوبول الاستراتيجية هذا الشهر بعد استسلام الجنود الأوكرانيين الذين كانوا محصنين ومتحصنين في مصنع أوسفاستال للصلب. فيما له صلة، التقي وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض غدا. وخلال مؤتمر صحفي في الملامة مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أكد لافروف أن الغرب وضع عوائق أمام روسيا أثرت على مسألة الأمن الغذائي في العالم. هذا وأكد وزير خارجية البحرين على ضرورة انتهاج الحوار والدبلوماسية لحل أزمة أوكرانيا. كما طالب بتوفير ممرات آمنة للمدنيين لمغادرة أماكن القتال في أوكرانيا. وصفت إيران التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن وجود مواد نووية غير معلن عنها في 3 مواقع بأنه غير منصف. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن التقرير لا يعكس واقع المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعرب زادة عن توقعه بأن يتم تصحيح هذا المسار. كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت في التقرير أنها ما زالت لديها أسئلة تتعلق بالعثور على مواد نووية غير معلن عنها في 3 مواقع إيرانية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا داعي للخوف في الوقت الراهن من أن يتحول انتشار فيروس جدري القرود خارج القارة الإفريقية إلى جائحة. وقالت كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال من الممكن وقف هذا الوباء قبل أن ينتشر. كانت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة قد رصدت 71 إصابة جديدة بفيروس جدري القرود. وفي إسبانيا تم تسجيل 22 إصابة جديدة بجدري القرود منذ بداية الأسبوع ليصل الإجمالي إلى 120 حالة. في البرتغال قالت السلطات الصحية أنها سجلت 22 حالة جديدة منذ يوم الجمعة الماضي ليصل الإجمالي إلى 96 حالة إصابة. ضرب الإعصار أغاثا سلسلة منتجعات سياحية على شواطئ في جنوب غرب المكسيك حاملا رياحا عاتية وأمطارا وسيول. وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بأن أغاثا يصنف أقوى إعصار يلامس اليابسة على طول الشاطئ المكسيكي المطل على المحيط الهادئ منذ بدء رصد الأعاصير عام 1949. وقال المركز الأمريكي إن الإعصار كان محملا برياح بلغت سرعتها 110 كيلومتر في الساعة عندما وصل إلى اليابسة قبل أن تضعف قوته مع تحركه نحو الداخل. وتسبب الإعصار في انهيارات محدودة في التربة في مناطق في أوكاساكا وقطع طريقين سريعين وانقطاع خطوط الهاتف.
أهلا بكم من جديد. قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين إن الإذاعة والتلفزيون قدم رسالة إعلامية هادفة شكلت فكرة وثقافة وجدان الأمة بإبداعات مؤثرة بمهنية ومصداقية. ولا يزال الإعلام الوطني يواصل دوره التنوير والتوعوي لإعلام الرأي العام بكافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والجهود التي تبذلها في مختلف المجالات لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء للشعب المصري. جاء ذلك خلال تهنئة زين لكافة الإعلاميين بمناسبة العيد رقم 88 متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتقدم، وأضاف أنه بعد أيام قليلة يواصل الإعلام الوطني تحقيق نجاحاته بإطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301 الذي سيسهم في تعزيز قدرات منظومة الإعلام المصري لينافس بقوة في هذا المجال الحيوي وبما يحمله القمر من تقنيات حديثة يواكب بها التطور الهائل في عالم الإعلام والاتصال. 88 عاما عمر عيد الإعلاميين منذ إطلاق الإذاعة المصرية عام 1934، وانطلق معها الدور الوطني والحيوي لبناء وعي المواطن وخدمة قضايا المجتمع كافة. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، أول ما نطق به الإذاعي أحمد سالم ليبدأ البث الإذاعي للإذاعة المصرية التي انطلقت إشارتها الأولى في 31 من مايو عام 1934. كان أول ظهور للإذاعة المصرية عام 1925، أي بعد ظهور أول محطة إذاعية في العالم بخمس سنوات، وكانت بدايتها في شكل إذاعة أهلية يملكها أفراد معتمدة في تمويلها على الإعلانات، إلى أن تم إيقافها لتصبح الحكومة المصرية هي المحتكرة لها، لتنطلق من مقرها آنذاك بالشريفين حتى عام 1960 حيث تم افتتاح مبنى ماسبيرو الحالي. أشجع رجل في العالم. مين ده؟ إيه يا أختي؟ مين ده؟ زنقر إيه يا زنقر؟ جاي تاني تعمل إيه؟ يا حلوة أغني غنوة تسمعها ولا إيه؟ وقد لعبت الإذاعة المصرية منذ نشأتها دورا كبيرا في المحيط العربي، وكانت مواكبة لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة بصفة عامة ومصر على وجه الخصوص، ولعل مساندة حركات التحرر الوطني في الوطن العربي خير شاهد على هذا الدور آنذاك. ولا تزال الإذاعة المصرية ومعها التلفزيون المصري يخوضان معركة تشكيل وعي ووجدان المصريين وتنوير العقول بكافة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف النايل من جهود الدولة في كافة المجالات، مرتكزين في ذلك على ما يمتلكانه من مقومات تمكنهما من تحقيق أهدافهما ومواصلة دورهما في تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية في مسيرة التنمية والبناء والاستقرار وفي حربها ضد الإرهاب الأسود. آيات عبد اللطيف، التلفزيون المصري. اختتمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة فعالية مؤتمر تحديات الإعلام العربي في ضوء التنمية المستدامة، رؤى مستقبلية للإصلاح والتطوير الذي يهدف إلى إبراز دور الإعلام التنموي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. على مدار يومين اختتمت كلية الإعلام جامعة القاهرة جلسات وفعاليات مؤتمر تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة، رؤى مستقبلية للإصلاح والتطوير بهدف زيادة الوعي بجهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تظل وظيفة الإعلام هي التثقيف، هي التعليم، هي رفع من الوعي المواطن
وبالتالي ده لن يتحقق إلا بإعلام بمفهوم بإعلام تنموي بمفهوم جديد. يعني ما تبقاش الرسالة بقى اللي هي الرسالة الجامدة التقليدية، لا، أنا ممكن أرفع وعي المواطن بوسائل متعددة، ممكن أشركه معايا. إحنا عايزين من الإعلام التنموي إن هو يعمل نوع من المشاركة المجتمعية عشان يعني يحاول إن هو يرصد أهم التحديات اللي بتواجه الإعلام والمنظومة الإعلامية بأبعادها المختلفة في عملية التنمية المستدامة، ويحاول في نفس الوقت إن هو يضع رؤى مستقبلية وخطط للإصلاح والتطوير في مختلف المجالات. شهدت جلسات المؤتمر مشاركات عربية ودولية واسعة من الباحثين الدوليين والمتخصصين لما لقضية التنمية من أهمية محورية للمجتمعات التي باتت تنشد التنمية المستدامة وتسعى لتحقيقها. كنت بتحليل عينة من الأفلام عبر تلك المنصات، وكانت أبرز النتائج اللي خرجت بها الدراسة ارتفاع نسبة القيم السلبية بالمقارنة بالقيم الإيجابية، وطبعا ده بيمثل أثر سلبي على المتلقي بنسبة كبيرة جدا، خاصة للشعوب العربية أو بصفة عامة والشعوب المصرية، إلا جزء منها ما عندهمش نسبة كبيرة من الوعي. كان فيه مثلا مصطلحات كيف التسامح ما لقيناش أو ما وجدناش داخل المعالجات، وهذا طبعا واحدة من التوصيات اللي توصينا بها في الدراسة، أن لازم نركز على شكل ومضمون هالمصطلح، يعني لازم يعمم ولازم يكون بالدرجة الأولى عند الإعلاميين وفي خطابهم. هذا وخلصت جلسات المؤتمر إلى أهمية تنمية العنصر البشري وتوعيته من خلال تفعيل عمل الإعلام التنموي لما يقوم به الإعلام من نشر المعرفة ورفع الوعي بقضايا التنمية. رصد واقع وتحديات الإعلام العربية في ضوء خطط التنمية المستدامة للعمل على استعادة مكانة الإعلام كرسالة سامية تعمل على خلق ممارسات مهنية جادة تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. من كلية الإعلام جامعة القاهرة، أحمد سعد الدين، التلفزيون المصري. وفي إطار النشاط المكثف للدبلوماسية البرلمانية المصرية في المحافل الدولية والإقليمية كافة، ينظم مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي عمل المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 15 وحتى 16 من يونيو 2022، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وحضور شخصيات إقليمية ودولية رفيعة المستوى من 90 دولة في العالم. ومن المقرر أن يتبنى المؤتمر في نسخته الثامنة قضية تغير المناخ الذي حرص مجلس النواب المصري على إدراجها كقضية عالمية ومناقشتها في إطار البعد البرلماني العربي في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة 27 من المؤتمر الخاص بالأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخ COP27، والمقرر عقدها في شرم الشيخ في الفترة من 7 وحتى 18 من نوفمبر عام 2022. جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى عالميا التي تنظم فيها دولة تستضيف دورة مؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، مؤتمرا برلمانيا منفصلا حول قضية تغير المناخ. وقع اتحاد الأطباء العرب بروتوكول تعاون مشترك مع الجمعية العربية لتطوير الصادلة لإطلاق المبادرة العربية لإدارة الأزمات والكوارث الطبية بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لتوفير الممارسات الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية. في إطار العمل على تطوير والارتقاء بمهنة الصيادلة بتوفير دواء آمن وفعال وفقا لمتطلبات الجودة العالمية، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الأطباء العرب والجمعية العربية لتطوير الصيادلة بإطلاق المبادرة العربية حول إدارة الأزمات والكوارث الطبية من خلال التدريب والممارسة المهنية للصيادلة. وعلى المستوى العربي يبقى بنؤكد على أهمية التعاون الهيئات المعنية في تطوير الأداء المهني في مختلف أعضاء الفريق الصحي في المنطقة العربية، وشيء طبيعي تبدأ المنطقة العربية ببلد المقر، عشان كده تبدأ من مصر وتنتشر إلى كل الدول العربية. فالحقيقة أنا بشجع هذا جدا في كل الهيئات المعنية
بالأداء المهني في حقل الرعاية الصحية، وشيء طبيعي ده هينعكس على المرضى، مرضانا الكرام، اللي هو عشان كده قلنا البيشنت ويل بينج، اللي هو ايه؟ تحقيق يعني سلامة ورفاهية المريض العربي. فشيء بالتدريب ثم ننتقل إلى الممارسات المهنية في المجالات المختلفة في المنطقة العربية. احنا النهاردة اتفقنا مع اتحاد الأطباء العرب ان احنا نبتدي باكورة التعاون والإنتاج ما بين ان شاء الله لخدمة جميع العاملين سواء كانوا أطباء أو صيدلة أو تمريض، علشان خاطر نساعدهم على تأدية وظيفتهم بالشكل الأفضل والأمثل ان شاء الله. وفي مجموعة من الاتفاقيات والبرامج الملحقة سواء كان إدارة أزمات كوارث أو سلاسل الإمداد والتموين، البرنامج ده خلاص تم الموافقة على تطبيقه واعتماده ما بين الجمعية والاتحاد، وكمان في برامج سلاسل الإمداد والتموين الطبي اللي هي السبلاي تشين وبرامج إدارة المستشفيات إن شاء الله. المبادرة العربية حول إدارة الأزمات والكوارث الطبية للصيادلة جاءت بمباركة منظمة الصحة العالمية بمصر التي أكدت على أهمية تلك المبادرة بإحداث طفرة نوعية في جودة وفعالية الدواء بالسوق المصري. في تعاون ما بين القطاع العام والخاص، وأهم شيء قطاع المجتمع المدني، يعني اتحاد الأطباء العرب، اتحاد تشرف على كل، أو مش أنها تشرف، أنها تتحد كل الجمعيات ونقابات الأطباء في نفس الوقت، في نشوف أن التدريب لأكثر من كادر فريق الصحي. أو الجمعية العربية للصيادلة التركيز على توصيل الرسالة الهادفة من أجل الدواء الآمن والسليم لكل الأفراد اللي محتاجينها. فهاي العلاقة نشوف علاقة وطيدة في تطوير الفريق الصحي من أجل تحقيق غاية التغطية الصحية الشاملة، الحق بالصحة والحق في الحصول على الدواء الآمن. فكمنظمة دائما نعزز الشراكات. العمل على تطوير مهنة الصيادلة من خلال البرامج التدريبية والممارسة المهنية على أرض الواقع خطوة مهمة ستعمل على توفير دواء آمن وفعال للمواطن المصري أينما كان. من مقر اتحاد الأطباء العرب، محمد حلمي، التلفزيون المصري. بعد قليل مع شيرين الوكيل وطائفة من أخبار المال والأعمال. اقتصاد الثامنة، أهلا بحضراتكم. ارتفعت مؤشرات البورصة على نحو جماعي بختام تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من جانب المستثمرين الأجانب والمؤسسات المحلية والأفراد العرب. صعد المؤشر الرئيسي EGX 30 بنحو 4% ليغلق عند مستوى 10150 نقطة. كما ارتفع المؤشران EGX 70 EWI و EGX 100 EWI بنسب تراوحت ما بين 4% و 3%. أعلنت وزارة البترول ارتفاع قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بنحو 98% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 3,892,000,000 دولار. وبحسب بيانات، فإن قيمة صادرات الغاز الطبيعي ارتفعت خلال عام 2021 بنسبة 768.2% لتصل إلى 3,959,000,000 دولار مقابل 456,000,000 دولار خلال 2020. قال وزير البترول طارق الملا إن مصر نجحت في تعظيم استخدام الغاز الطبيعي في إطار استراتيجيتها للطاقة المستدامة التي تم إطلاقها في عام 2016، ذلك لتحسين مزيج الطاقة المستخدمة حتى وصل استخدام الغاز الطبيعي إلى نحو 65% من إجمالي استهلاك الوقود الأحفوري. كما تم تعظيم استخدام الطاقة المتجددة بهدف طموح يتمثل في استخدامها بنسبة 42% في توليد الطاقة بحلول عام 2035. أضاف الملا في كلمته خلال جلسة نقاشية تحت عنوان الصناعة الخضراء الطريق إلى قمة المناخ COP27 ضمن فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة التي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. أضاف أن استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 تعد شهادة تقدير دولية للجهود التي تبذلها مصر لخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة.
وقعت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع الجانب البولندي اتفاقية للتعاون الاقتصادي، والتي بموجبها يتم عقد اللجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجانبين، ذلك بما يعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة. يأتي ذلك ضمن فعاليات الزيارة الأولى لرئيس جمهورية بولندا لمصر. وأوضحت المشاط أن اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد بين مصر وبولندا يأتي ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين. كما التقت أيضا وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أعضاء البعثة الكورية من وزارة الاقتصاد والمالية الكورية والبنك الكوري للتصدير والاستيراد وصندوق التعاون والتنمية الاقتصادية. خلال اللقاء استعرضت المشاط الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة في إطار برنامج مصر تنطلق عام 2023-2027 وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية. وشهد اللقاء أيضا توقيع 4 اتفاقيات هامة، 3 منها مع وزارة التعاون الدولي. أكد وزير المالية محمد معيط أن خطة التعافي الاقتصادي التي بادرت بها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية. قال الوزير في لقائه مع وفد بنك أبو ظبي الأول إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب، تعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري على نحو يساعد في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة. أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر مايو، مسجلا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق. وأعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.1% على أساس سنوي خلال شهر مايو، ذلك بعد ارتفاعها بنسبة 7.4% خلال شهر أبريل الماضي. وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في وضع ضغوط على أسعار المنتجات النفطية أدت إلى تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 39.2% فيما صعد مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي الذي يستثني الفئات الأكثر تقلبا من المنتجات الغذائية والطاقة بنسبة 3.8% على أساس سنوي في مايو، بعد ارتفاعه بنسبة 3.5% في أبريل. أخيرا مع حالة الطقس وشيراز الوفائي. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن التوقعات لثلاثة أيام القادمة ونبدأها من القاهرة: الأربعاء 21-34، الخميس 22-35، الجمعة 21-35، شرم الشيخ الأربعاء 27-37، الخميس 26-35، الجمعة 25-36، الأقصر الأربعاء 25-41، الخميس 26-39، الجمعة 25-40. والآن مشاهدينا مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: القاهرة 21-34، الإسكندرية 21-39، دمياط 21-29، بورسعيد 20-30،
العريش 19-30، رفح 19-29، الإسماعيلية 19-35، السويس 20-35، مطروح 20-27، وادي نطرون 20-34، المنصورة 20-33، طنطا 21-33، دمنهور 20-30، سانت كاترين 13-31، الغردقة 26-36، شرم الشيخ 27-37، الفيوم 23-35، المنيا 22-35، أسيوط 23-36، سوهاج 24-37، قنا 25-38، الأقصر 25-41، الوادي الجديد 26-40، أسوان 26-41، حلايب 28-32، شلاتين 26-36، أبو رماد 24-35، رأس حضربة 26-31. وبحالة الطقس تنتهي معكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. خلال ترأس اجتماع مجلس المحافظين، رئيس الوزراء يشدد على التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده. القوات المسلحة تنفذ عددا من التدريبات المشتركة بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات التدريب البحري المشترك الموج الأحمر 5. مجلس النواب اللبناني الجديد يعيد انتخاب نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي للسنوات الأربع المقبلة. نشكركم في نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة. شكرا مولانا. شكرا حسيني. شكرا شيراز. شكرا شيراز. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام.